جبلية يا كابتن هاني، النهارده صحيح خبر مهم الحقيقة. صحيح، النهارده طبعا احنا عارفين كل طبعا الجبلية وانتخابات اتحاد الكورة وامتى الانتخابات ومش امتى الانتخابات. احنا في خلال ساعات ان شاء الله هيوصل خطاب من الاتحاد الدولي فيما يخص مد اللجنة الخماسية. اللجنة الخماسية كان المفروض اخر ميعاد ليها يوم 31/7، اعتقد مدة 3 شهور، او المدة 3 شهور دي الجواب تقريبا هيجي مدة 3 شهور تمديد، علشان عندنا مشكلة تعديل اللائحة الأساسية. اللائحة الأساسية عشان تعمل انتخابات لازم يكون في لائحة أساسية وتعمل جمعية عمومية للانتخابات. فأعتقد كل الناس منتظرة الجواب، جواب الفيفا بكرة إن شاء الله، بأعتقد مد فترة اللجنة الخماسية باتحاد الكورة، وبعدها إن شاء الله بإذن الله كمان، لأن كمان اللجنة الأولمبية وهذا المجلس منتظر هذا الخطاب المهم جدا جدا. وأعتقد هو القرار الأقرب هو إن هو مد لسه هنشوف برضه مد الفترة اللي بيتولى فيها اللجنة الخماسية لحد شهر 7 تقريبا، المفروض لغاية 31/7 وتنتهي إن شاء الله. هنشوف بقى الدنيا يحصل فيها، احنا هنتابع طبعا مع الناس. يعني انا انت متوقع ايه؟ يعني انا في وجهة نظري خلينا نتكلم بكل امانة، اعتقد ان اللجنة الخماسية يمكن في الفترة الاولانية ما كانش الامور ماشية بشكل كويس، لكن اعتقد في الفترة الاخيرة كانوا ماشيين بشكل جيد جدا. في اعتقادي الشخصي ان مد فترة اخرى 3 شهور هتدي كمان شوية براح للناس حتى اللي عايزة تخش انتخابات. احنا عارفين الاتحاد الدولي قال وصرح او ادى موافقة ان يكون انتخابات الجبلية لمدة سنة واحدة وليست 4 سنين، سنة واحدة، بمعنى ان الانتخابات القادمه ايا كان التاجيل موجود او امداد اللجنه الخماسيه بالعمل هيكون في لائحه اساسيه، هيكون في جمعيه عموميه تنتخب مجلس اداره الاتحاد لمده سنه واحده. كلنا بنتمنى ان الامور تستقر بشكل كويس، كلنا نتمنى ان يكون في علاقه جيده جدا مع اللجنه الاولمبيه، وبالتالي ان شاء الله يعني خلينا نشوف بكره الجواب هيوصل بانهي صيغه. وزي ما قلت لكم هو الاقرب هو تمديد فترة اللجنة الخماسية لفترة 3 شهور قادمة. كابتن مختار، الحمد لله.